لا ولا حاجة، ده لحظة كده بس، لحظة واحد بينا يعرف ان انا عامل. بس بجد بجد حديقة رائعة جدا جدا. ميرسي. لا وجميلة جمال ما حصلش بصراحة، يعني انت احلى بكتير من الصور اللي شفتها لك على النت. مش قوي يعني. لا ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ده انا كنت فاكراكي اكبر من كده 10 سنين. بس احنا عاملين شوية حاجات يعني بسيطة كده، يعني هايفو، حقن بلازما، يعني حاجات كده، وبوتكس وفيلر، يعني شويه كده هموت والله واعمله. ده لازم عشان نظبط وشنا طبعا. امال ايه. بس بصراحه الدكتوره اللي عملتهم لك رائعه، ما يبانش خالص ان انت عامله تجميل نهائي. لا ما انا اللي عاملي دكتور من بيروت مش دكتوره. فعلا اقول لك بصراحه، اتفضلي. الدكاتره الستات بتوع التجميل حقيقي مش شاطرين خالص، بيعملوا كوارث. لا انت مكسوفه تقولي ان هم بيعملوا كوارث في الطب كله، ده انا واحده منهم كانت هتموتني في الولاده. هو الحقيقة يعني حكاية النساء والتوليد دي، لا رجالة أفضل بكتير. مش كده والنبي؟ اه طبعا. والله أنا بقول كده. هنروح نشوف الفاصل. إيه يا جماعة الفاصل اتأخر كده ليه؟ إحنا خلصنا البيوتي سنتر كله. إيه اللي بيحصل ده؟ باشمهندس، يا باشمهندس. إيه حضرتك نمت؟ ها؟ وما طلعتش فاصل والضفة اتفضحت على الهوا. الضيف، الضيفة بتاعتنا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. انت بتقولي ايه؟ يا نهار اسود. اهدي بس وانا فاهمة. اهدي ايه ونيلت ايه؟ انا عايز افهم حاجة واحدة بس، الحوار اللي كان بيني وبينك في الفاصل ده كان على الهوا؟ ده كلام عادي على فكرة. عادي ازاي؟ بوتوكس وفيلر وستات الدكاترة ما بتفهمش، ده عادي. ايه المشكلة؟ هي مشكلة بس في الستات. انت السبب على فكرة، انت اللي فتحتي معايا الحوار ده ودبستيني. لا 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 يا فندم، دي غلطة غير مقصودة. اعمل بيها ايه؟ انا هطلع اقول للناس مقصودة ومش مقصودة؟ ده بستأذن حضرتك نكمل الحلقة وبعد كده نشوف. نكمل ايه؟ انت اتجننتي؟ الحلقة دي اللي هكملها، انا مش هقعد هنا ولا ثانية واحدة. وعلى فكرة انتوا دمرتوا مستقبلي. يا فندم والله لا فضيحة ولا حاجة، ممكن بس حضرتك تسمعيني؟ مش هسمع ولا كلمة، وانا هتخذ جميع الاجراءات القانونيه ضد المحطه وهاخد حقي كويس قوي. بعد اذنك يا هاني لو سمحتي. والله هو قولا واحدا، ده اللي حصل ده ليس ذنب الاخراج ولا ذنب الاذاعه، ده ذنبي انا. انت؟ ايوه ده باشمهندس عبد الله، مهندس الصوت المسؤول عن برنامج. انت لسه هتشرحي لي؟ ده انا عارفاه كويس قوي. ايه ده؟ معقول؟ انا شفت بحسس الصوره. معرفة قديمة وحبايب ما شاء الله. حضرتك صحتك عاملة ايه دلوقتي؟ وتقولي لي غلطة ومش مقصودة، دي مؤامرة ومتدبرة. لا يا هاني مفيش الكلام ده. والباش مهندس رسمها بمنتهى الخبص عشان يضيعني ويدمر مستقبلي. لا اله الا الله يا فندم، انا مش صغير عشان اعمل كده. اقسم بالله العظيم لا هطربعها فوق دماغك. يا هاني اسمعي بس. لا اله الا الله، يا خلي عند حضرتك شوية حلم كده مش معقولة، وانت على طول كده تطلق حامي. ايه ده معقول؟